السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا بانر لورد. كالعادة شكرا على كومنتاتكم الطيبة، وإن شاء الله أن الجميع بخير وصحة وعافية وسعادة يا رب. أبشركم يا شباب، مود التقطيع ضبط معي، وهذه أول حلقة بإذن الله بمود التقطيع. والحلو في الموضوع أننا داخلين في حرب، تكملة الحرب والعناد اللي ابتديته في الحلقة الماضية، الأسيراي اللي هم ضد الفلندية، حمران العيون اللي خذنا منهم قلعة الجميلة. والجميل في الموضوع والأجمل أنهم داخلين حرب ضد استروجيا وسترن امباير. دام الوضع كذا صراحة أنا بخليهم على راحتهم، بخليهم يتجالدون، لأن الأمانة مثل ما برويكم 8000 شطحوا العرب، 8000 مرة كثير، وهذا 6000 والبقية كلهم أقل من 5000 حولها، ها 5000 ها 3000. فصراحة خل العرب ينجلدون شوي عشان نقدر عليهم بعدين في النهائي. وعلى طاري النهائي، صراحة أنا بحط يا شباب رابط، الرجاء منك يا عزيز المشاهد أنك تدخل تضغط نعم أو لا، أو المهم تختار واحد من الخيارين، اللي هو أنشأ المملكة ولا أكمل مع العرب وساعدهم باحتلال الماب هذا كامل. الحمد لله أني استشرتكم صراحة لسه بدري، ما وصلت التير 4، ففيه مجال أني أحط لكم هذا التصويت. والحلقة الجاية بإذن الله ما أبداها إلا وأنا مجمع هذا الشروط كاملة لإنشاء المملكة، راح أشوف التصويت والنتيجة راح أمشي عليها. لأن الأمانة يوم استشرتكم في الكومنتات، واحد يقول لي اقدح روح إنشأ المملكة، واحد يقول لي والله أنا حاربت العرب بحط لك ديسلايك. فيا شباب يعني إيش، ياريت تحطوا لي هذه الإحصائية. والشغلة الثالثة والأخيرة، رجاء لا تنسون اللايك والدعم في هذه السلسلة. أنا الظاهر بحط لكم مقدمة وبثبتها في جميع المقاطع عشان ما تنسون، ما تتعذرون والله نسينا نحط لايك، لأن والله يا شباب اللايك هو مصدر نجاح القناة ومصدر نجاح كل مقطع. أنا خلاص بكنسل البارتي هذا اللي مسويه، خلهم ينجلدون يا أبوي. خلاص فككت الارمي. طبعا انا نهيت الحلقة الماضية ولسه انكد ما اعطاني، لا تحسبني نسيت يا انكد، اقسم بالله ما بخلي اي تصويت اذا ما اعطيتني هذه القلعة. يا ساتر يا ولد، انا ايش بيوديني فوق. انا يا شباب شفت لي مقطع باليوتيوب اقوى الاسلحة في اللعبة، فالامان ودي امشي هذه المدينة عشان اجيب اقوى رمح ادور عنه، لكن بنحاول قدر الامكان ان نتجنب. تدري خلنا ارجع اسوي ركروت. اوف بغى يصيدني هذا، بس كان 8-8 مش مشكلة، جيشنا تفرقع. يا اخي ودي وما ودي اسوي ركروت ومكس من الحلوين هذا. لا والله تدرون بنزل انكد ايش يسوي هنا، انكد جالس يحاول ياخذ القلعة هذه، حلو بنزل بجند من هالمنطقة وبرجع بعدين هذه المدينة بشوف الرمح عساني القاه. كورير وذ بيس جانا من الحلوين هذا، لا يبون البيس. كفو يا هشام، حاله يمثل 11% تصويت يا اخي ربيته. الياس والشعب كلها درم، العمة درم وانكد وتيس وسروق كلهم يبون البيس. يقول الفلوس اللي بيدفعونها 3400 يا اخي تسوى. والله تبغون الصراحة، هذه فرصة لي اركز في المشنات. بس جيشهم جيش العرب زاد بزيادة، كان ودي انهم ينجلدون شوية. وانا رفلاجيتا ما يبي لها نقاش، علاقتي ما بتزيد مع اي احد اذا صوت، فخلني ساكت. او الوساخة الاكثر اني اصوت لشخص ثاني بس عشان تزيد علاقتي معه، بس والله ولا واحد يهمني، فنسوي دن. الله اكبر. اوه اعطوني المدينة يا شباب. ليه يا شباب الله يهديكم، اعطوه عوض ولا قار هذا ابو 17 سنة هذا، خلوه يحكم المدينة. تعال صح، جزاكم الله خير. ما شاء الله ترتيباتهم كلها طيبة، هنا الولاء يزيد، وفي شيء ثاني كان يزيد الولاء اللي هو ما شاء الله يبنوا، جزاكم الله خير، امورهم طيبه ما شاء الله. بجيب لهم جفرنر، نجيب لهم جفرنر لازم يكون من الحمران، يعني يكون عندنا نبيل ولا احد بعدين مسكه هذه المدينه. هذا بناء على نصايحكم عشان ما يتمرد الشعب. ما علينا نشوف لها صرفه بعدين. خلينا نوجه المدينه هذه اللي بلقى فيها الرمح ان شاء الله. طبعا المقطع اللي شفته يا شباب للامانه قبل سنتين، فاحتمال اني ما احصل الرمح، وبمية ألف يقول إنه أقوى رمح في اللعبة، فنشوف تريد يلا هني ألقاه. طبعا بيكون 100,000 أكيد عندهم درع بمية ألف. يا رجال مش لهالدرجة أشتري درع بمية ألف، 35 ليفل. خلنا من الدرع، وين الخوذة حقت العيد هذه كذا كذا بتتبدل. هذا هو، إي والله إنه هو رهوم فيها شيء كذا اسمه، أقسم بالله كان 100,000 في المقطع. أنا ليش زعلان؟ حلو حلو 30,000 جميل. 141 كت، شوف الرمح اللي معي المقارنة الفاشلة يا رجال، انفلت جاب لي طوله 203، جميل الجمال. عطنا واحد استبدل هذا بهذا، يا سلام سلم اشتر. الحين لو عندك شيء ثاني بنبدل الخوذة، بشوف افضل خوذة وبرجع لكم. هارد وندر خيص انا اشيل.
عشان نطور الحداده بعدين. والله من الدروع يا شباب افضل شيء عجبني هذا الهايلاند سكيل ارمر، لاحظ الفرق اللي بيصير معنا ب 5000 يعني. دقيقه ايش الافضل؟ تصدقون الدرع اللي معي افضل منه، هذا 31 البدي وهذاك 18، بس درع اليد ودرع الرجل كان افضل في اكرمكم الله، كان افضل في الدرع القديم، يفيد وانت فوق الحصان ضربات السيف اللي تجيك، بس هذا شوف الافضل رجال. خلنا اللي معنا العلم يا شباب، الرمح هذا تحصله على حسب المعلومة اللي في الفيديو تحصله لازم تكون لاعب 400 يوم. انا حاليا في الحلقة هذه 410، اليوم 410. ايش رايكم في الخيل؟ الخيل ضبطته كذا، بس صراحة الخوذة ما لقيت شيء. بتانيا ثرو بيرد، هذا الخيل اول مرة صراحة اشوفه. ايش الحلبة الجديدة هذه؟ اوه شغل نظيف والله، حلو معطيني فاس. لا وتغيرت الارضيات، لا والله تحديث رهيب صراحة. تعال يا البتانيين، لاني في البتانيين تعال. اول مرة الفاس، المشكلة انه بطيء فيبي لك يا طيب يا الو. ادرديه هو مش انا. لا والله كذا سمعتي عند ال اوكي. استر علينا، البيئة جميلة صراحة يا ولد. تراني افوز عند العرب والعربان والبتاني. بتاني فين هذا اللي ابو 260 لسه باقي احد ولا ايش؟ وانا اقول ليش الجوائز ما تتغير والبيئة ما تتغير، طلع انا اللي جالس محشور عند العرب. على فكرة يا شباب الصد يوم تصد متأخر، شوف يوم تصد متأخر يصير فيه زي الارتداد له، هو يصير عليه ستن فيعطيك مجال انك تضرب فاس ثقيل او رمح مثلا يوم يشحن كذا ساعة، فيبيلك تصد في الوقت المثالي كذا في لحظة قبل لا يضربك تجي تضغط الصد، او انك تضرب بنفس الاتجاه اللي يضربك. ففي شغلات حلوة صراحة في اللعبة، انك يبيلك شوف هو سوالي اياها، شوف كيف الستن صار عنده. يا والله ما ضبطت، يطلع صوت ثاني. ان شاء الله اني ما اخسر بس. اوكي. حلوين، رحنا البتاني وجبنا الخيل البتاني. صراحة من يوم ما لبست الدروع والبطولات صارت سهلة علي. أول ضربتين وأموت. حلو، ابتديت الحلقة يا شباب، الريناو عندي خلنا نقول 500، 497 خلنا نقول 500. الكمبانيون بروح بجيب الحداد، لعله هو أفضل مني، لأن مهاراته ممكن كلها تكون في الحدادة، ما زال 60 من الذين. نيفر سين بيفور، فالنديا عند الحمر، فأتوقع لازم أفرفر عند الحمر عشان أقدر أجيبه. الخيل البتانيين ب 2451 ينباع عندهم، فأكيد لو خليته أبيع عند العرب يكون أغلى. طيب خلنا نبدله بهذا. حلو، واحد من البتانيين هيرو تفرفر كفاية معانا. اللوترز راح أخليهم، أنا منتظر الفيان هذا والتشامبيون اللي هم يجبروني أمكس لأنهم أقوى شيء باللعبة من ناحية الأسهم. بس يا شباب اسم كلاننا أصلا موست وانتد، يعني المطلوبين في النهاية، مملكتنا مملكة المطلوبين، فلذلك يعني ما فرقت، نمكس في الجيوش ونشوف أقواهم. للحين ما أعرف من المشاه أقوى شيء في اللعبة، بس مجرد ما أحصلهم صدقوني راح أضمهم، غالبا راح ينسحب على العرب. فخلاص أنا منتظر بطولة هنا الصباح، جيتهم بالليل على كوسين. لا في تنويع صراحة من ناحية هذا المراحل اللي احنا فيها. عب عليك، مع اني لفيت والله بس جابني. افا الو، السلام عليكم، من اسرع انا ولا انت؟ يا ولد ما تموت انت، يخرب بيتي، جايني بالسيف. حلوين، ريناو 6 والخيل جبناه. من باب الاختصار بحاول اني ما ارويكم اكثر من جولة واحدة. 620 والله ما يسوى الخيل. الله اكبر يا اخي، اقسم بالله عاجبني الدرع هذا، منتظر الحرب عشان اجرب الرمح والدرع. بس هذا الدرع 100,000، هذا اللي قبل شوي عجبني هايلاند، بس هذا الكلام فيه اطول، ممكن فيه ميزات اكثر، ما راح اشتريه، بشوفه بعد الادت. ممكن عندهم هناك خياط افضل، والله الخوذة صعب تلقاها. ايوه هلا هلا بي خوزيت، يبون يحاربون الخوزيت، اول حرب لنا ضد الخوزيت. والله انه يدور ضعيف كالعادة، اليأس يقول لهم لا، هذا السروق هذا اللي يرشح تصويت، حتى لو دخلت معاك بأقوى ما يمكن ما أقدر. ناحية أكلات والجهة الشرقية هذه كلها عندنا أكلات، خلاص خلي الجيش يقرب.
انا اخلص الميشنين واجيكم. حلوين، حصلت الميشن طيب، اسكورت اوصل الكرفان هذا الى من مدينة الى مدينة فارافقه. وقفوهم 40 من قطعين الطرق، وهذه فرصة لاستعراض سريع للرمح. الله اكبر الله اكبر، الساحة ساحة جميلة جدا. طبعا ما راح اخلي اي احد يشارك. حطوا الحمير، وقفوهم بضايعهم. خلني اقول لهذا لا ستوب، هذا لا ستوب وردي. اتوقع ان ال اي هذلاك ما يمدينا نتحكم فيهم. ما شاء الله شوف الرمح يا رجل، هذا مش رمح، هذا هذا ايوه هذا ال... ابلع 84 لا ننجلد فوقه. شوف التقطيع، يا سلام قطعنا يده. دقيقة خلينا نشوف الراس ويطير. الله اكبر، سلو موشن بعد، وربي انه جاي في وقته. دقيقة دقيقة تكفخنا احنا شوي هنا. شوف الحمار اللي شو اسمه اخوتي صارت حمراء. اي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله اكبر. معليش اللي تتغدى. بس هذه اللعبة يبي لها كذا مود واحد بس كنت اتمنى انه موجود بعد، اسمه كت ثرو. هذا كت ثرو لو كانوا في ثلاثة جنب بعض في نفس رينج الضربة اللي تضربها يقص ابوهم كلهم. الحين هذا رماة الاسهم شغالين حتى هم واقفين مكانهم. خلنا نتفلسف كذا، نعطيها شيلد وول. شوف اغلبهم بالفاس. موضوع تنظيم الجنود صراحة لخبطوه في التحديث الاخير. اول كان جنب كل جندي في البارتي يمديك تخصصه، يوم اضغط رقم واحد انت تيجي كذا. الحين انت مجبور باللي هم مخصصينه، فما يمديك تلعب. ولا كان ودي هذول اهل الفاس اخليهم لحالهم في جروب، والدروع الثانيين يكونون في جروب، يكونون قدامهم. رماة الاسهم ما فيه اشكالية، والخيالة ما فيهم اشكالية. شوف الدمان اللي على السلاح الرهيب، حلو. ثلاثة ريناو، خذ لك احلى تلفيل الحين. لا والله على بالي كان في السلاح، بس الحين في الخيل. نزيد الدقة ولا نزيد السرعة 5%؟ خلنا في الدقة لاني استخدم الاسهم كثير، والاسهم صراحة تصويبها بعض الاحيان يتعب. دقيقة انت، ايوه امانة امانة في رقبتي هذا. لا 11 واحد يموتون على السريع. اوه جينا عند لقيته، حلو جايب بضايع هنا. بس انتظر البطولة تكفى، انتظر البطولة يا بالهلال. اوه هذا واحد ثاني، هشام طلع. ثواني 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 ثواني، يلا يا وحش فزنا في البطولة وجيناك. منكد بارتي جالس يزحف توه هنا، على بال ما يوصل معاهدة سلام بتيجي وتنهي السالفة. شوف هذا اللي يجالدون الحمر وهذا، ايوه ثواني ثواني ثواني. صاروا منهم 17 لانه كان منهم جرح الظاهر. خلنا نختصر السالفة، سنتروب ان شاء الله ما حد يموت. ماتوا 6 للاسف، كذا بجمع ريناو اسرع. شيل برزنورز، شيل لوت. Your settlement أكيسر under attack. أكيسر اللي هي هناك يحاولون يأخذونها. هذه مشكلة أن المدن حقك تكون بعيدة في الحرب. هو ده 194,000 يا شباب. هلمت ب100,000 أشتريه. إن شاء الله أن الزرقشة هذه تتحرك، كلها مجوهرات. أتوقع هذا اللي يليق بالقائد wanted. ان شاء الله اني ما اندم. يا رجال دفعت 100,000 مهر، انا كل ما جيت ادفع شيء غالي ذكرت المهر صراحة. اي تعال اصبر، خربيته هذا كم مكان بيروح؟ 6 اماكن بس. حلو صراحة، نشوف يجيني 80 ريدرز نحصل منها ريناو كثير، يعني تقريبا 10 الى 20. اما هذا ريناو وشو كان محطيني 10. حلو، بعد استخدام الرمح جاني زيادة دمج في الثرست الطعنات او السوينج. لا والله خذ السوينج 5%. ايوه دم اعطاني شوي قبل شوي بسبب ان الاربعين والاربعين كانوا مفرقين، ما انتبهت لهذا الشيء صراحة. خلاص هذا اللي بسوي لهم سنتروب، اعطاني 3.8 بسبب انهم مفرقين. حلو، شوف العرقشة اللي في الهلمت تتحرك. ايش في الاحول هذا؟ واخيرا خلصت المشن حقه ب 8000، اعطاني 8000 زادت العلاقه معاهم وتطورت الشخصيه او تلفلت الشخصيه. كل مره تلفل الشخصيه يعطوني نقطه واحده. الستورد كامل عندي تطوير، خلني بحطه في التاكتيك، لان التاكتيك فيه شغلات مهمه. مثلا يوم اسوي محاكاه يزيد لي دمج القوات اللي انزلها. وين وصلوا الحلوين؟ انكد قرب من البتاع. عندي حلوين يبون يتطورون
شيل وتطوير وما تسهم 3900 تطويرات هذه كلها يا بلاش. انا اللي سويت لهم النجمة هذه او الفيفرت شذا لسه سكاوت ما حصلناها. نبغى لنا مقاتل كذا نسوي بارتي ثالث. اتوقع هذا كويس 131 عند التاكتيك مرتفع. لاتسين السارقوت انا نروح نجيب الوحش هذا ذا سايلنت سارقوت والله مره بعيد. اجل خله بعدين بعد ما نرجع من الحرب. بما اني قربت او وصلت عند العرب خلنا ناخذ ريكروت. اسهم اسهم عطني اسهم. الشيلد هذا لا بلا يا شباب. البنر الاسود مش احلى. خلنا نشوف شوف المدينة كيف تكون. صقر اسود انكد وين وصل له هذا الياس ارمي انكد خذ له القلعة هذه. طيب متى التصويت يا وحش؟ احنا بانتظار التصويت. في باندت هنا يتحرشون. كم سرعتهم؟ 4.8 احنا 4.8 ما يمدينا نجيبهم. بنتم نلاحق فيهم لين بكرة. خلنا نجون على الياس ارمي نشوف وين موجهته. موجه على سمير كاسل وده ياخذ القلعة. روح خذ مدينة روتونون جارد هذه مدري اسمها. طبعا نزلت عند العرب هنا حول حصن الفلق وجمعت جيش كامل مكون من 136 رجال. هذا الماكسيمم حاليا عندي على بال ما اطور السيورد. وفي امور كثيرة تلعب دور من ناحية تطويرها. منكد اوف اسيراي جرانت والله يا شباب اني ما شاركت في التصويت ولا دريت ايش السالفة اصلا متى اخذ القلعة يا اخي اقسم بالله كذا تحر. انكد الله يرحم والديك لا تخليني اتمي معاك واسحب على انشاء المملكة. ديكلير وور اون بتانيان يا حبيبي انتوا في حرب الحين يبون يحاربون جهتين ايش الحماس الزايد هذا لمدة 31 ساعة تصويت كلهم يس وانا يس معاكم. اوه البتانيان باقي 2000 من قوتهم يا وسخ يا انكد يا وسخ يا مدور الضعيف. اوكي تزيد علاقتي معهم. ادرم العم ادرم هو اللي حط التصويت حلو بس الخوزيت لازم يمردغوننا شوي ينقصون من العرب يا ولد. انا كذا كل ما تزداد صعوبة علي. هذا حرام ندخل بنسوي سنتروب. جيب القلعة يا وحش جيب. كم واحد مات 25 مني يلا ما عليه نمغطها نختصر السالفة شوي. وهات اللوت الطيب. طبعا غيرت الكتف أدري عجبني كذا الكتف حصلته. الخوذة ما هو بمتناسق معها أي شيء فمدري والله أعطوني رأيكم فيها. سميرة كاسل نشوف يعطونها من. طيب خلنا نطلع من الأرمي. الله أكبر الصقور بدت تكثر يا شباب الصقور بدت تكثر. هاجمين على أوكاتان قريتي اللي ما دريت عنها اللي هي تابعة الشيكانت. شيكانت ما شاء الله 3 قرى واحدة تنتج جرين والثانية شيب والثالثة جرين. احلى بريوري في هذا المكان بيكون والله. عاد لو بيعطيني الكاسل هذا قريب من اكلات شيء طيب. اوتكاست جالس يتمشى لحاله نقول له تعال وينك يا اوتكاست يا ايوه تعال جون. كل شوي يستدعيها انكد شاغله. البتانين عرضه 3000 نشوف ايش يقولون الشباب. لا هذه السميرة كاسل الاغلبية يبونها الوانتد. الله يعطيكم العافية لو يعرفون تفكيري بس. طيب انا جيت صراحة للبتانين هاي يقولون اغلبهم يس يبون يتعافون. يلا يا انكد معاك يا انكد اللي تامر فيه يا طويل العمر. مدري هل علاقتي بتزيد لو اخترت 60 ما اتوقع. حاليا نزيد 3 بنجرب المرة الجاية. تصفوا الخوزيت. في شغلة اللي هو انقص من احتمالية السلو موشن مثلا بس اخليها للهد وطفي البقية كلهم. الهد برضو اخلي 50% أو 40% سلو موشن. اما احتمالية قصر الارجل والليدات والامور الثانية كلها 50% ما عدا الراس 100% جبتها عند رقبته يعني ينقص راسه. ممكن اخلي الاي اي اللي هم ضدي او حتى اللي معاي يقصقصون فلا بس ما ودي بهذا الشيء. حلوين وصلنا الى مدينة اورتن جارد وسيجي يا حبيبي. الاكل عندهم حق 10 ايام خرب بيتهم وحنا الاكل اللي معنا 23 يوم بس ما ودي اخلص اكلنا 50% اكثر منهم. بما ان قوتهم تشكل 50% مننا طبعا راح اسوي سنتروب. اذا كانت قوة العدو اكثر من 70% راح اشارك في الحرب. صح انها ثلج ما اقدر اقاوم لكن ها عشان ننجز. كم راح يموتون؟ 40 واحد يموت من عندي والله كثير صراحة. هات البريزنرز. تروب من هذا اللي صايدينه يوصل في البو 260. مراودر من اقوى
هذا في اللعبة. شيل ويلكم. الحين حررناك، لازم انك تجلد بضمير. وهات اللوت، ولا تدري خلي اللوت ب3000 اكس بي. والله مصابين كثير. يلا يا حلوين اعطونا تصويت، استعجلوا في التصويت الان. تشوف الركروت كلهم جالسين يسوون ركروت الحين. الياس ارمي جالس يهجول هنا. مين اللي بعده؟ كاميلا كاسل. خلنا ناخذ القلعة هذه. باقي 9 مصابين يمديهم يتعالجون على بال ما نوصل. وات 400 بس باقي معي. خلنا نشوف من قريب مني، هذول بيحتاجون يوم كامل. خلنا ننتظرهم. الياس ارمي جالس يفرفر هنا ليه؟ فوت فور نيو اون. ايوه هو ده الكلام، 50% وانتد. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. ختم سريع سريع. الوحش هذا تيس دائما تصويته قوي، يعطيني تصويت محترم، يستخدم النفوذ حقه. هذا جالس يفرفر بس لو ينضم لي يسوي خير. والله يا شباب جربت كذا لون الأسود يفوز صراحة. أيوه هو ذا الكلام، هو ذا الكلام. يعني عليك دام كذا بنفرقع الجيش. اسمعوا النغمة يا شباب. يهجمون على You are not in command. Decided to make peace. متى وصلت الرسالة؟ يخرب بيته قبل لا اخ يا انكد يا خلت زعلنا ساعة، تزعلنا ساعة راضينا. خليني بنظف الهايد اوت هذا اللي جنب مدينتي، سبب لنا مشكلة هذا. ننتظر الليل. يلا خذ لك ديكلير وور اون بتانيان. ما مداهم يجمعون شوية المساكين. حلو ناخذ لنا مدينة هنا مدينة هناك. والله حشرة، هذا يحشرك انك تختار عشرة بس. أعطنا البتانيان الوحوش 5 من هذا لا و5 من هذا لا. أوه هنا العاشر صح. أوه مكان جديد. F3 أعطهم التشارج وهم بيخلصون لك المشن. الله يلهد أترمي ربعي. أوكي يرميني أنا. الله يلهد الله يلهد. لا ترمي ربعي، نساعدهم وخفف عليهم. رغم انه في رمات اسهم كثير بس ما ادري ليش ما يرمون. الله دروعهم واضح انها قوية. اي احلى صوت في اللعبة. بلع هذا ضربتين خرب بيته. سيوفهم فنانة. 4 ريناو بريزنر. والله كان عندهم مساجين كثير. اول شت 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 لجيته تحت الحصار. ما يدرون حلقة كاملة الحلقة الماضية عليها. وربي جايكم طيارة. شيت والله اني بعيد. تكفون. لا كم ديفندرز؟ 100. هذا يوم ما تكثر جنود. خذوها خذوها الله يقلعهم خذوها. والله العظيم ما تبطي عندهم. ساوث امباير ديكلير وور. الله اكبر. يلا خذ لك حرب من الجهتين. ويهجمون على الجلمار. كفو يا شو اسمك، روح روح روح. مننا 200 بس. ينتظر الحلوين هذا. لا اصبر 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 اصبر. طيب انتظر هذا له. خلاص ما بقى شيء. 100 شخص بيفرقهم في المعركة يا غبي. 350 ضد 500. طيب البتانيين خربيتهم، يبون يشلون مدينتين مني. انفنتري شيلد وول والايروز لوز. الحلوين هذا له. F6 فولو يور سيرجنت. بالتوفيق. بيتهم خيالة كثير. لا
شيخ. ترسوكم من واحد هنا. فعلا انت. والله يا سلاح خرافي هذا. يا الهي اعطاهم شارج. شيت. ما دريت وين. هذا لك اسهم. خلنا نغرف شوية من الاسهم. كفو انا اشهد. ايوه هذا المشاه. اوه القائد يطيح. بس من تصريح معطيها فاست. شو اسمه انا لا كويس الحمد لله فزنا ولا كنت بناخذ اثير. اوه ضعف العدد. ايش يسوي الاهبل هذا. الاغلبيه كانت عندهم 11 ريناو حلو 156. 17 مننا ماتوا. وانتد طاح بس ما مات. طاح بس ما مات. الله سلم والله. هلثي الحين بتحصلون 1%. يشكرنا على المساعده. ما سوينا شيء والله. تعال يا وسخن تعال. لورد ها نوبل اوف بتانيان. طيب تعال بريزنر. وانت بانوك نوبل اوف بتانيان. تعال يا قلبي شرف في حثاء قران. من انت نوبل شرف. ما شاء الله معركة حامية. هاي بورن يا سلام. هذا اللي بنشغلهم. هذا اللي بنستفيد منهم. بس الثلاثة النوبلز هذا بيستانس فيهم انكد. والهاي بورن حقي شيل. البرزنرز 105 من 34 يعني بنحاشون بسهولة. خلنا نرجع السريع. هلثي كان 1%. شوز برزنر. هذا كلهم ما اريدهم. والله انا قريت اسمه خوزيت سبايدر مان. خوزيت سبير مان. وهذا الثلاثة هذا اللي راح اخليهم بس. كلهم من صنف واحد يمشون كذا خط واحد مستقيم. يبدون بالبتانيان هايبورن يوث بعدين وورير هيرو فيان تشامبيون. هذا يوث وورير وهيرو. كذا خففنا الحمولة. يبيننا بس ننزل نجند على السريع هنا ونستعيد لجيتها. الله يقلعكم. قلعتي راحت وانتو سلام. اوكي نعرف كيف نتفاهم. تعلمت غلطة يا شباب من هذه الحلقة. جند الكل يا حبيبي في الحرب. الشغلة الثانية المدن الحلوة اللي تعز عليك كثر فيها جنود حرس. المدن الواحدة تقريبا تشل 500 حارس أو 600. لا تعطيهم فرصة يهاجمون من البداية. يا ربع جبت 700 جندي بيكتملون 800. بس لجيتها عليها بعد ما أخذوها البتانيان الظاهر أن الشعب طردهم. طيب أبي حاصر لجيتها ريبلز. ما يعطيني خيار أني أسوي سيج. كأنها حقي. ما يمشي الكلام كذا. ديفندرز 300 ميليشيا وفلاجيتا. هلا بالبتانيان مقبلين يبون لاجيتا. شوف سووا سيج عليه كيف. اوكي خذوها. اوه شيت استدعاء الكل. ما شاء الله تبارك الله. خلهم يبعدون شوي. 51 ديفندر فرصة. لسه ما بداهم يحطون دفاعات فيها. 8 ماتوا. استرجعناها. شو ميرسي مدينة الجميلة هذه. سوي ويت خلينا نشوف احد يسترجعها. هالمرة بحط جنود. جريسون صفر حاليا. شلوا هذا ال 43 وبرجع لكم بعدين. اوه الحين ما اقدر اسوي مانج. خلينا نتأكد بس يعطونها مين. حطني التصويت بسرعة. سروق يبا من بنو كرز. دقيقة يبون يعرسون على الأخت أليا. اوكي اكسبت. في ظل ظروف الحرب هذه جاتها عروض طيبة. دام عربي يستاهل. حلوة الأخت والله. لجيتها تعوض. عوض مين الله يعني.
ما يحتاج تصويت يا شباب، انسوا سالفة التصويت، نحارب العرب. خلينا نكمل على مرونث هذه، وحط الجنود فيها، انا جنودي فيها والله، لا استرجع جنودي والله. الله يخرب بيتها ما يمديني، الله يخرب بيتها ما يمدي. تماسك الجيش على طول ينزل، اللي بيمشي معه الرحمن. خلينا نكمل على 800. شت 700 جيوشهم. تعالوا يا وسخين، تعالوا تعالوا يا وسخين، تعالوا عشان لا امسحكم كلكم. استهبلون بستهبل، استهبلون والله لا استهبل، خلهم يموتون. 1800 ايش بتسوون؟ ماتوا 400. ديفيت ديفيت ديفيت، خذونا يعني اسرع. اوتكاست اول واحد صادوه. والله اسرع. برزل بيس، ها بيس كلهم يس. اخرب بيتكم، 1800 ما قدرتوا عليهم. ارويكم القوة الفاشلة هذه اللي معاكم. 7000 صار 5000 هم. احلى سجن، احلى سجن، سجن وانا مستانس. تبرع مدينتي استرجعها، يعطونها من عوض. ها خذوها من عوض. الله يخرب بيتهم، قهروني والله قهروني. ما في خيار الا انك تسوي مملكة وتختار وين تهاجم وين. هذا هذا مرمطنا، يمين يسار يمين يسار، رايح هناك نرجع هنا. هذا الزرق يا شباب، العين عليهم. نبتدي الحلقة الجاية ان شاء الله عليهم. كم الكلام نوصل؟ 600 من 900. لا يمدي يمدي، ها فكوني لحالي وانا احسب اني في السجن. والله انا اقول لكم يا شباب، خلاص انا ما بحط احصائية ولا بحط شيء. كانت الخطة اني احط لكم تصويت في المنتدى، اكمل مع العرب ولا انشأ المملكة، بس خلاص الوضع لا يطاق والله مع العرب. انا كل اللي بسويه بشد حيلي قبل لا اصور الحلقة الجاية واجيب الـ400 هذه. خلنا نروح نكلم ازارقوس، هذا موجود هنا بعد. يا سلام عليك، موجود في نفس المدينة. قل له الطيب طفح الكيل مع العرب. توك يور كلان مست بي ان، اوكي لازم تنفصل عن اي مملكة. يور كلان مست ليف، اوكي يبانا نوصل ليفل 4 ولارج ارمي. اوه هذا اللارج ارمي ما اتفقنا عليها. ثانك يو فور يور هيلب. تير 4 100 سهل 100. اوكي هذا اللارج ارمي ونطلع من عند العرب. الاشكالية كلها هنا، لكن نجيبها باذن الله. اعطوني تروبس، تكفون ثانيا تروب. اسحب على ام العرب، بلا اسيراي، بنضبط علاقاتنا مع البتانيين. انا اشهد انهم ذيابه، بعدين نرجع نجلز الكل. كروت تروبس، تعالوا عندنا مشنات كثير نبي نخلصها وبطولات كثير نشارك فيها. شوف علاقاتي زيرو معهم، ما يمدينا حتى اجيب الحمد لله الكاش حلو، 500,000. وين هذاك اللي كنت بروح له؟ اوتكاست ما ادري ايش اسمه، سايلنت روفولت شافوه، بنروح له عند الحمران. فلندين ديكلير وور اون اسيراي، تستاهلون 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 والله تستاهلون. شيما هاز كريتد ارمي، توفيق يا شيما، توفيق يا قلبي. اوه جايين يحاربوني يا جماعة، انا مش من العرب ولا عربي. امنت اربيان يا ابن الحلال، امنت اربيان. شوف كلهم بتانيز معي، لا حول، توني مجمع جيش ابن الحلال. والله ذل، اقسم بالله ذل، اقسم بالله ذل. 83 شلوني يسير، واحد جاني ب 42,000 بيفكني. اخذ لك، روح جمع الجيش من جديد. يا ليل المرمطة، يا ليل المرمطة. ها بيجوني مرة ثانية بياخذوني يسير، خيلي مش متعود على الثلوج والديزرت هورس وما ادري ايش والخيول اللي معي. اخ يا القهر، اخ يا القهر. جاني 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 الوسخ هذا يدور لي. سريع يخرب بيته، 4.5 فروض انه ما يقدر يجيبني. خلنا نحاش القلعة هذي. wait for some time، اذلف اذلف. الله ينكبك، خليه يبعد شوي. الله يخرب بيتهم، حتى حاولت اخذ اروح اكلمه ما قدرت، ما قدرت اكلم اي احد او اوصل التافرن بسبب الحرب اللي معاهم.
والمصيبة لو طلعت من عند العرب راح يحاربوني، فلازم انتظر لين ما يوصلون الهدنة بعدين اقدر اجيب الكومبانيون اللي موجود هناك. وربي مسيرة الذل يا شباب، بس امشي لحالي كذا والله ولا امشي تحت امر انكد وتوزيعاته الغبية. بيس فكنا، ايه فكنا من اول، يروح يدور الضعاف كل شوي، بس اللي شلينا قلعة عطاها واحد ما يستاهل. هات روبس، هات بتانيان، هات خذوا اكسبي يا بعد قلبي خذوا. شوف المدن من هنا يقول لك كم الحرس اللي فيهم، الليمتد ويج كلهم، وما تسمى يجيب لك تفاصيل كلها. حلو كربان، لسه ما فتحنا اي كربان. اوتكاس قلنا لك بارتي جمع، خذ لك ميزانية مفتوحة الليمتد، طير يا وحش، هات اللي بتجيبه. العنب عندهم رخيص البتانيان، كل احلى عنب. اكسيد كباستي مو مشكلة بياكلونه، يبيلي اشتري خيول. ارس وش ودى ابوك اسكر، ايهي بس تبى الصراحة يبيلنا نرجع ناخذنا خيول من هنا، درزن خيول. وصلنا اسكر، يا مرحبا بسكر، شكلي باخذ المشاه من العرب. رمات الاسهم الخيالة، جيشي بخليه اغلبها رمات اسهم. واعطني من الخيول الطيبة تكفى. ديزرت من زمان ما اشترت، مفروض فيه كثير. 54 232 يلا ما عليه، 55 حصان. اخوينا الجميل هذا وينه؟ وين رحت يا جميل؟ تيال وين تيال؟ هذه صدمني تيال، الله يخرب بيتك يا اخي، الله يخرب بيتك يا سايلنت. تليبورت هذا ولا ايش؟ والله انه بهذلني. طيب وش صار على البارتيز؟ حلو ما شاء الله. 94 شخص مجمع، اغلبهم ما يحب رومات الاسهم. اوتكاست جايب له 72 بالسيف و19 خيال، وانا العكس الاغلبية لا والله، بس عندي اسهم كثير. الكلان كم وصلت؟ 630 ما عليه. انا بختصر عليكم يا شباب، بختم هنا. ان شاء الله اني ببتدي الحلقة الجاية وانا موصلها 900. انتوا بس اعطوني الوجهة وين نبتدي انشاء المملكة. صراحة اذا تبون تشوفون رأي انا نخلص على الزرق هذا لانهم اقل شيء. خلنا نشوف قوتهم تقريبا، هم لا مش الخزية، خزية 3700 4000 هذا لا 2000. الوستنباير ممكن نبتدي فيهم، بتاني 5000 يعني نمسك واحد نفضيه نشل مدنة كاملة. الوث صراحة الخيار طيب، وبعدين مكانهم في الوسط في السنتر. عندهم روهيتا واميتايتس كلان ثاني. طبعا في نبلاء بعدين لابد ان نجيبهم، تذكرون يوم كنت مرتزق عند العرب يصيرون هم مرتزقة عندي. والخيار الثاني اللي هو اصعب شوي بس عاجبني عند الثلوج اللي هم الزرق هذا، عندهم 1 2 3 4. وهذا الخامسة عندهم انقلاب على الحكم، وعندي مدينتين قريبة فبيكون تأسيس حلو. واذا جيت في هالمنطقة يعني نوعا ما بيكون كذا. الله يخرب بيت لجيتها، كانت حلقة توصل بينهم. فاعطوني رايكم يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية. شكرا للمنتسبين القناة، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.